نحو 5 سنوات ولا يزالون مجرد أسماء في سجلات المختطفين والمغيبين. أما هم فمصائرهم مجهولة، أحياء أم أموات؟ من يدري؟ هؤلاء هم المختطفون والمغيبون من أهالي الأنبار الذين خلفوا غصات في قلوب أهلهم وعلامات استفهام لم تجد من يجيب عنها منذ العام 2016، وتحديدا من تاريخ تحرير الأرض من دنس داعش الإرهابي، تحرير منتقص ذاك الذي يحرر الأرض ويغيب الإنسان. والسؤال الذي يمزق الكون على لسان طفلة أحد المختطفين التي تمر بها الأيام متسمرة على باب منزلها تنتظر طيف أبيها وأعمامها، عل الإنسانية تعيدهم يوما، في كلمتين فقط: أين أبي؟ أريد بابا بس يرجعني، وعمام همين يرجعوني، كل يوم يضحك بالباب أشوف مو على ما أبها أنا أكون أبشي، ويعني أنا أكون أبشي وأطب جوي أنقهر. والدة أحد المختطفين تتساءل أو تسأل، لا ندري، كل ما نسمعه منها: ما ذنب ولدي؟ احنا ولدنا 5 والرماد كلها الانبار كلها اخذوها واعتقلوها، زين شنو ذنب ولدنا؟ المظلوم حاسبوه طلعوه، والعند شيء ضموه شريد من عندهم. موجوع اخر بولده المختطف اوجز الحال بفلسفة خلدونية خلص اليها بعد يأس: الطغاة يجلبون الغزاة. مو هذا وهذا التحرير؟ مو قال حررناكم حررتونا، مو خدتوا ولدنا قطعتونا قطيع. أم ثكلى أخرى تنتظر 9 من أفراد أسرتها لعل في الغد القريب عودة. من بيتي ولادي كل 9 مفقودين، نوبات أروح على بيوتهم أقول يما يا ولادي وينكم يا أخي؟ والد مختطف وشقيق لآخر كسابقيه أوجز الحال في سؤال حائر نقرأه على شفاه الجميع: يكشفون عن شنو اللي هذا السبب اللي خلاهم يغيبون أبنائنا. هذا لسان حال أهالي المختطفين والمغيبين في الأنبار، ولسان حالنا في التغيير قريب منهم ومن معاناتهم، نوجزه بتساؤل يضاف إلى تساؤلاتهم: لما الحي فينا دائما يحيا سؤال؟ فإن يمت صار علامة استفهام من غير سؤال.